سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ عشية مباركة وعيد سعيد. بما انه غفلنا كده بعد نصوب البغرير. بالنسبة للبغرير هذا ديال السميد، ماشي البغرير قمح، ماشي فينو ديال السميد. هانتوما كيف عندنا هنا السميد وعندنا الدقيق الابيض، نفس الكمية كتاخدوها. هنا عندنا نص كيلو ديال السميد رقيقة مع نص كيلو ديال الدقيق اللي كيكونوا منخولين مزيان مزيان. يعني خديتو بالعبار غتاخذوا بالعبار، خديتو بزلافه غديروا زلافه هكا زلافه هكا جوج جوج، انتم عارفين. مهم هنا عندنا الملحه، قياس ديال طبعا الخليط اللي حنا عندنا. الملحه كديروها شويه ديال الماء باش كتذوب حتى الاخر عاد كتضيفوها. عندنا قياس ديال الخميره اللي غادي نديرو على حسب الجو، دابا راه كاين الصهد ما تكثروش، والماء دافي باش غادي نعجنوه. اول حاجه كنخلطوا داك السميده هي الدقيق هكذا، ونضيفو الخميرة في الوسط وغنبداو نجمعوه. العجينة ديالو كتغدريها، ما كتدلك ما كتجمع، كتغدر راكم عارفين بحال غير بالاطراف ديال الاصابع كتخدموها. ندير لكم هكا باش نشد مزيان. سخون سخون نحن نصور، أنا مش الشيف صراحة. فين فوالا كتشوفو كتهضرو الما يمكيوش سخون بزاف باش ما تخسرش ليكم الخميرة، لأن المفعول ديال الخميرة كيمشي معايا إلا كان سخون بزاف. فوالا كيف كتشوفو كتبقاو بحال هكا غير بالأطراف ديال الأصابع كتجمعو حتى لاخر وغترخفوها مزيان. غتشوفو هادي غتكون مرخوفة على الخنفرة بزاف. طبعا حنا مؤخرا وريتكم ديال المولياكس، هذا البغري اللي كانت تصيد ماما معتانا ديال بكري. هو كانت كديرو في جليجة، كتخبزو في جليج ملي كيتخلط باش كتخلطي كتبدا ديري لي بحال هكا باش بحال كتمكي داك الدقيق وديك السميدة باش كتبقاش متحكلة ولا مكورة ولا هانتوما. نحاول مقطعش لكم المراحل كاملة. هانتوما في هاد كتعكو وهو في نفس الوقت راه كيتخدم كيدخل ليه الهواء. هو صراحة كيبغي يخدم يعني غتخدمو مزيان بيديكم، شيها مال البيبي قاس كيبدا لأن الهواء دابا كيدخل مزيان. هانتوما زومت لكم تخدم لكم مزيان. فوالا كنستمرو نتوما كضيفو في الماء حتى نوريكم القوام ديالو في اللخر قداش خاصو يكون خفيف. فوالا البنات هنايا كيف كتشوفو ماما حركي العجينة باش نوريهم غير القوام. شفتو كيفاش كيكون خفيف بحال هكا، ولكن اللي تلاحظو هما هادوك البلديرات كيف كتشوفو هنايا دوك الفقاعات خاصهم هنا كتعرفو العجين صافي راه تخدم، قطعت وخليت ماما بقات كتدعك فيه مزيان وكتخدم ان خاصو يتخدم بالطريقه اللي شفتو. داك الكواريت دقيق هانتوما دابا كيف كتشفتو كينزل خليط واحد، ما كينزلش يعني في تكتلات ولا في كبيكبات ولا شي حاجه. اللي تعتمدوا عليهم هما هادو، راه داخل ليه الهواء. هما دوك الفقاعات كيبان لكم دوك كيطلعوا صافي راه دخل ليه الهواء مزيان. دابا غنضيفوا ليه نزيدوا ديك الملحه، الملحه غادي تزيدي غير بحال هكا الماء من الفوق ما تحت لا، هذاك اللي تحت لا شفتوا هذا ما تهبطوش في العجينه باش ما يخسرهاش لكم. صافي دابا غادي نديروا في شي بانيو نخليوه يرتاح يخمر وعاد ندوزو نخبزوه. فوالا هنا كيف شفتو حنا خويناه دابا في البانيو ونغطيوه بغلاقة ولا بأي حاجة صافي ونخليوه حتى يخمر شي جنب هنايا. مكتبقاوش تحركو في البانيو بزاف فين كتحطوه صافي خليوه. المهم بنات كنت كتحب راني كنصور. المهم هاهو راه خمر، دابا غنبداو نخبزو فيه. هنا درنا هاد المقلة هادي وغنجيو نبداو نخبزو. هنا نحاول نصور ليكم غير واحد ولا بجوج.
تبارك الله ما شاء الله. فوالا كيف كتشوفوا العافيه ها هي كتنقصي لها من بعد ما تتسخن المقله تتسخن مزيان الاولى والثانيه غير بالاخرين كتكون سخنات المقله مره مره الا تقدو تشلوها وترجعوها تتسخن وتكملوا فيها الخبيز. دونك كتستمروا بنفس الطريقه كتحطوهم من بعد شي منديل. انا غادي ندير معكم غير الثاني وحده وصافي غنمشي حتى نكملوا ونوريكم زعما الفينال. انا خاصني نقلش انا حاجه راكم عارفين. المهم البنات ما صورتش لكم ما صورتش الثاني عندي القفل دركم عارفين المغرب ماشي بحالنا. المهم ها هي حطيناها هنا في منديل صافي كت شويه ضروري واه تبارك الله. ها نتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله. ها نتوما الثانيه يدي الثانيه ها هي كيف كتشوفوا راه تبارك الله مداير يعني كل ما رخفتوه راه مزيان. صافي غنستمروا بنفس الطريقه. انا نصور لكم الثالثه لان كنت كنصور بسناب وفي الانستا ونسيت ما صورت لكم. غادي نحيدوا هذه حتى هي بنفس الطريقه كنحطوها تماك وكنجيو نشلوا المقله المفضل هكا بالماء. ديري هذا البابي ابسوب ومسحيه بلاش صافي كتجيو بحال هكا. بغيتو كبير بغيتو صغير بغيتو ديري كبير باش ما تبقايش تلعبي شي كيلو حنا ما كنبغيش لك عليا حتى العيد ما كاينش ماما علينا لا زعما على الناس هكا لا ما العيد راه لازم العيد كلشي يدير برويطات ويني راسو باش ما يبقى يخبز. هانت هاو من تحت تبارك الله شتو كيف داير صراحة ندير سميت كيبقى وعاد الجليجة فيها الجليجة حتى حيت من فين الجليجة شغل وفا كنديرو لها في الجليجة كيجي كنزوم كنعاود. يلا البنات غنستمرو بنفس الطريقة حتى نكملو نوريكم الشكل ديالهم في الأخير. طبعا راه تبارك الله ما شاء الله شتي تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يلا عرفت. فوالا البنات هنا كيف كتشوفو البغرير هو هذا. كنتمنى تجربوا الطريقه هذه وتتبعوها. شفتوا كيجي خفيف ورطب يلا عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه على الجميع ويا ربي ان شاء الله يسالي لنا هذا الوباء خلاص. يلا باي باي.